ابراهيم يرى خلي ساحات من جالي سر عبد الله. عبد الله يمرر كورته نحو غيلوف، غيلوف رجع فرحاني من جالي سر فرحاني نحو ابراهيم، ابراهيم ابراهيم في منطقه الجزاء، ابراهيم المتابعه من براس كساك 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 والهدف من المالي ديرا، من المالي عبد الله ديرا كساك في الاسيست وديرا في الختم والهدف الاول يا ساده في هذه المباراه. تصبح النتيجه هدف لصفر للاوسيس امام الجي اس اس، وفرحه وفرحه لمناصري اولمبيك اسفي بهذا الهدف الجميل والجميل جدا. متابعه واي متابعه من عبد الله ديارا، اصر واصراره قادوا للوصول للمرمى، قادوا لتحقيق المراد وتحقيق هذا المكسب. العمل الكبير من ابراهيم الحراوي، ابراهيم لكساك في الاولى والمتابعه في الثاني من عبد الله ديارا. تصبح النتيجه يا ساده هدف لصفر لاولمبيك اسفي، هدف يسعد المناصري.